ميام بفيديو جديد لليوم. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم بكل الفيديو فكره جديده، واللي هي انه انا جاي لعندي على الفيديو ضيف واللي هو اسمه محمد علي، فخلينا نشوف رسالته شو بعث لنا وبنرجع. السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. معكم محمد علي من قناه ميودا تي في. اللي بحب يشترك بقناتي ينزل لتحت على صندوق الوصف ربي. ساعدكم اليوم انا زياره عند ميمي، جاي اسال سؤال. إذا بتحب تجاوب على السؤال جاوب، إذا ما بتحب عندك خيارين. ربي يسعدكم. ميمي عندك السؤال هو، إذا أجا حدا تقدم لك على الخطبة بدون حب بتقبلي ولا ما بتقبلي؟ إذا ما بتحبي تجاوبي على هالسؤال عندك خيارين. أول خيار تجيبي حي الله قطعة من الميك أب عندك بودرة وهاي تكسريها أو تقصي شعرك. وربي يسعدكم. تحياتي لمتابعين ميمي وتحياتي لميمي. السلام عليكم. محمد، يا محمد سؤالك عادي بس حجاوب عليه وحأعمل خيرين. إذا حدا تقدم لي على الخطبة بدون حب، إذا أنا بقبل فيه ولا لا؟ حسب. إذا شخص بقعد معه بحاول أعرفه وأفهمه هيك، إذا بحال عجبني وحسيت إنه ممكن بعدين يصير في حب أو في اتفاق وتفاهم بقبل فيه. بس إذا ما صار في تفاهم وهيك أكيد لا، ما بقبل فيه. يس. بالنسبة للخيارين، عندك خيار الميك اب. الميك اب أنا، أنتوا تعرفوني يا متابعيني إنه أنا ما بحطش ميك اب. وإذا بدي أحط ميك اب بروح عند الكوافيرة، هي تحط لي ميك اب مش أنا، يعني بروح عند أرتست ميك اب هي بتحط لي. فما عندي ميك اب وانتم بتعرفوا هذا الشيء. وميدو اكيد انت شايف صوري، ولا صوره ميك اب الا وقت تخرجي، وقتها كان عندي حفله فرحت حطيت عند بصالون ميك اب، فما فينيش كسر لانه ما عندي، يعني فيني كسر تبع اختي بس اختي بتزعلني من البيت. بالنسبه ل اخر خيار واللي هو انه قص شعري رسالتي بقناة مودي.